لما الأسرة بتهتم بابنها وتحاول تساعده إن هو يكون عضو فعال في المجتمع، وخاصة لما يكون هو من ذوي القدرات الخاصة، أكيد هتفرق مع الولد كتير أو البنت، لأن الولاد اللي هم عندهم قدرات خاصة أو عندهم إعاقة بيبقوا محتاجين الدعم الأسري والنفسي ده من داخل الأسرة. تاني حاجة بيبقوا محتاجين الدعم الإنساني من المجتمع. فعلشان كده النهارده وحضراتكم طبعا متعودين ان احنا يكون معانا في كل يعني حلقه من برنامجنا طفل من ذوي القدرات الخاصه بيكون عنده موهبه، والنهارده معايا الطفل يوسف محمد عبد المنعم، هو عضو في نادي وادي دجله، بيلعب حارس مرمى وطبعا بيلعب سباحه، وبصراحه اهله كانوا ناس بصراحه خدوا بايديه وحاولوا يوصلوه في يعني لتميز في حاجات كتير من ضمنها الرياضه من ضمنها التعليم. بصراحه انا برجع اقول تاني دور الاسره يا جماعه، دور الاسره مهم جدا، لان كل الولد اللي عنده ذوي اعاقه او البنت اللي عندها ذوي اعاقه نشتغل عليها بجد هتطلع حاجه مميزه وحاجه جميله جدا، وهيكبر هيبقى انسان يقدر يعتمد على نفسه. فبرحب بيوسف معايا في الاستوديو ونرحب بيه كلنا مع بعض. عامل ايه؟ محمد. اسمك ايه؟ يوسف. يوسف ايه؟ محمد. ايه؟ محمد. علي صوتك شويه يا يوسف. انت عندك كام سنه؟ 15. 15 سنه. طيب. في سنه كام؟ طيب. بتلعب فين يا يوسف؟ مجدد. نادي؟ نادي حراس محمى. انت بتلعب في نادي وادي دجله، بتلعب فين؟ حراس محمى. بتلعب ايه؟ بتلعب ايه؟ مجدد. بتلعب ايه في وادي دجله؟ حراس مرمى. بتلعب حارس مرمى. احنا شفنا يوسف التقرير بتاعك، انت ولد شاطر ومتميز، وان شاء الله تبقى من ضمن فريق وادي دجله، وان انت دلوقتي تحت التدريب، والفيديو بتاعك جميل جدا، وهنرجع تاني نشوفه تاني مع بعض ونحيي يوسف يا جماعه. اتفضل. شفنا مع حضراتكم يوسف وهو بيلعب كورة وهو بيلعب حارس مرمى، وطبعا هو بيتدرب، وزي ما قلت لحضراتكم بنرجع تاني لدور الأسرة ودور المجتمع، لأن لازم دور الأسرة يكون مهم جدا ودور المجتمع بيكون أهم، علشان نقدر فعلا نحقق الدمج الاجتماعي والدمج الأكاديمي. وطبعا شفنا يوسف مع بعض قد إيه متميز وهو بيلعب الكورة وحابب يلعب الكورة، رغم إن هو عنده إعاقة سمعية يمكن شبه مش سامع حاجة من المدربين اللي حواليه، ولكن هو عشان بيعرف يقرأ الشفايف، لأن أي طفل ضعيف سمع بيعتمد على التمييز السمعي وعامل مساعد اللي هو قراءة الشفايف، ولكن هو بيلعب في نادي مع الولاد وهو يعني مدمج معاهم، وشايفة ان في تفاعل كبير جدا بينه وبين زمايله وهم مش حاسين بأي اختلاف. فده اللي نتمناه ان شاء الله من كل فئات المجتمع، ان هي تقدر تساعدهم، وفعلا هم قادرون، بس قادرون باختلاف. اشوفكم في حلقة جديدة من برنامج ماما شادو.